السلام عليكم. في مصطلح اسمه اوبن سورس، يقول لك البرنامج ده اوبن سورس. اوبن سورس معناها ان انت تقدر تحصل على شفره الكود بتاعت البرنامج. يعني الراجل اللي عامل البرنامج ده كتب كود معين بالسي شارب او عامله بالبايثون او عامله اي لغه، بيتيح ان اي حد عايز يتحمل الكود دوت بحيث ان هو يطور فيه، يعدل فيه، يكتشف الاخطاء، يتعلم منه، يعمل برنامج جديد، مفيش اي مشكله خالص. هو الراجل بيقول لك ان العلم دوت مش احتكاري ليا، هو البرنامج ده انا عامله من خلال ناس فاتت من كل تجارب الناس اللي قبل كده، فلذلك هسيبه مفتوح بحيث ان اي حد عايز يطور فيه يعدل فيه مش اي مشكله خالص. اول واحد اقترح الموضوع دوت كان اسمه ريتشارد ستيلمان، وقال لك ان هو ده الطبيعي. الطبيعي ان اي حد بيعمل حاجه بيستفاد من كل الناس اللي قبليه، فالمفروض ان هو ما يقفلهاش، ومفروض ان هو ما يقولش لا الحاجه دي ليا انا بس، واللي عايز يتعلم منها لازم يدفع فلوس. هل برامج الاوبن سورس مجانيه؟ بالشرط. 95% من برامج الاوبن سورس بيكون مجانيه بس بشرط. ممكن واحد يعمل برنامج ويخلي السورس كود متاح، بس هو يقول لك انا تعبت فيه فمحتاج اللي هيشتغل عليه يدفع فلوس. اغلب البرامج بيقول لك لا هو مجاني، لو عايز تطور فيه طور، لو عايز تتبرع اتبرع، لو مش عايز تتبرع خلاص حمل البرنامج واشتغل عليه وحمل السورس كود لو عايز تتعلم منه مفيش اي مشكله خالص. هل برامج الاوبن سورس ضعيفه؟ لا بالعكس، بتبقى قويه جدا. زي برنامج البلندر ده من اقوى البرامج اللي ممكن تقارنها بال3 دي ماكس، وتقدر تقارنها بالمايا وهكذا. في برنامج برضو هندسي اسمه فري كاد، برضو ده من البرامج القويه جدا، تقدر تعتمد عليه في شغل الكاد وشغل البيم وشغل الكام، برنامج رائع. في برنامج ضغط مثلا اللي هو اسمه زي ده، من البرامج القويه جدا. فبالشرط انها تكون برامج ضعيفه، بالعكس برامج قويه جدا واستغربت فيها قليله، لان الناس كثيره بتبدا تشوف الحاجات ديت وتقدر تعدل عليها، واول ما يلاقوا ثغره يبداوا يشوفوها. ده برنامج الفري كاد، تقدر تشتغل عليه مثلا شغل معماري، تقدر تشتغل عليه شغل بتاع مكان، تقدر تعمل عليه تحليلات معينه وهكذا. فهو من البرامج الرائعه اللي احنا بنحب نشتغل بيها في الشغل بتاعنا. تمام. ف لو انت عندك اي برنامج وخايف ان انت مثلا يكون فيها معكش فلوس ومش قادر تشتريه وعايز تبعد عن الكراك، فممكن تكتب اسم البرنامج في جوجل وتكتب مسافه وبعد كده تكتب اوبن سورس، فهو يبدا يجيب لك البدايل للبرامج دي، البرامج اللي هي المجانيه. وفي موقع اسمه الترنت فتو، بتكتب اسم البرنامج وهو يبدا يجيب لك البدايل الاوبن سورس المجانيه اللي تقدر تشتغل عليها بدون اي مشكله خالص، وتقدر تحدثها بدون اي مشكله خالص من غير ما تخش على كراك، وممكن الكراك ده يكون من فيروس وهكذا.